أهوال، حروب، مجاعات وكوارث، أخطر توقعات نوستراداموس للعالم في 2023. على قناة الأبيض، أهلا بحضراتكم معانا في قناة الأبيض وحلقة جديدة من حلقات التوقعات للمتوقع الفرنسي نوستراداموس. بفكرك سريعا تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل متابعي التوقعات في العالم، ولو انت جديد معانا شاركنا دلوقتي بالاشتراك في القناة، ومتنساش تفعل الجرس علشان توصلك كل فيديوهاتنا أول بأول. بيعتقد ان نوستراداموس قد توقع بدقة بالأحداث التاريخية زي صعود أدولف هتلر والحرب العالمية الثانية وهجوم 11 سبتمبر والثورة الفرنسية، وبتدعي الأبراج السنوية أن أكتر من 70% من توقعات نوستراداموس قد تحققت حتى الآن. هقولكم على أبرز توقعات نوستراداموس العالمية لعام 2023. بيدعي البعض أن نوستراداموس توقع أن حرب كبيرة هتحصل في عام 2023، وبالانتقال إلى رباعيات نوستراداموس هيبرز سطر واحد بشكل خاص قال فيه أن 7 أشهر من الحرب العظيمة يموت فيها الناس بسبب الشر. اعتقد العديد من المفسرين أن هذا قد يشير إلى الحرب العالمية الثالثة. كمان توقع نوستراداموس بكوارث اقتصادية للعالم. اعتقد العديد من الخبراء أن التضخم المرتفع وتكاليف الوقود والاضطرابات الاقتصادية العامة هتستمر في التفاقم قبل أن تتحسن بالنظر إلى الكيفية اللي كانت بتسير بها الأمور. لن يكون كمان من المبالغة الاعتقاد بأن الأمور قد تسوء كثيرا، وكما هو الحال مع العديد من الأشياء الأخرى، لكن نوستراداموس رأى أن هذا قادم جدا، وكان بيلمح للهوة المتزايدة والعداوة بين الطبقات الاجتماعية بكلماته، حيث قال في توقعاته: عاجلا وآجلا ستشهد تغييرات كبيرة وأهوال مروعة وانتقامات. كمان قال سترتفع مكيال القمح عالية جدا، وكمان من توقعاته تفاقم أزمة المناخ. توقع مع استمرار ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون ودرجات الحرارة العالمية، يبدو أن نوستراداموس حذر من المزيد من الأوقات المظلمة القادمة، وقال من خلال السطور التالية: لأربعين عاما لن يرى قوس قزح سيظهر كل يوم لمدة 40 عاما، سوف تنمو الأرض الجافة أكثر، ستنمو الأرض الجافة أكثر. كمان من توقعاته حدوث فيضانات عظيمة. في حين أن هذه السطور يمكن أن تشير لمجموعة من الكوارث المروعة، فإن الإشارات للمناظر الطبيعية الجافة والفيضانات العظيمة تشير بالفعل لتأثيرات الاحتباس الحراري، ومع ذلك فإن الجزء 40 عام بيمثل لغز. نأمل ألا يكون عام 2023 بداية 4 عقود على الأقل من الصراع المناخي. النار السماوية. توقع نوستراداموس بحدوث حريق سماوي على الصرح الملكي. تم تفسير هذا على أنه بيشير على أنه من رماد الحضارة سيظهر نظام عالمي جديد. يعتقد العديد من المفسرين أن هذا قد يشير إلى نهاية الأزمنة أو بداية نظام عالمي جديد، وتأتي هذه النظرية وسط سلسلة من توقعاته بما في ذلك متى وأين وكيف يمكن للعالم أن ينتهي بشكل مأساوي. نهاية حلم المريخ. كتب نوستراداموس بشكل غامض وقال أن نور المريخ سوف ينطفئ، مما يعني أن هذا الكوكب قد يتراجع. النظام العالمي الجديد. يشير التوقع النهائي لنوستراداموس إلى تحالف جديد بين قوتين عظمتين يجتمعان معا، ومع ذلك فإن الأثار الجيدة للتحالف لن تكون طويلة الأمد. ومن توقعات نوستراداموس المرعبة أيضا، توقع أن الأرض ستصاب بمجاعة هائلة لم يشهدها العالم من قبل، وستبدأ نهاية العالم بزيادة الزلازل وانتشار الفيروسات، وحتحل المصائب على البشرية. قال كمان إن هيصنع سلاح بيولوجي، ويمكن اعتباره الخبر الأسوأ على البشرية حيث سيخلق هذا السلاح فيروس، وقال بالنص: الوباء لن يبقي على العالم العظيم. كمان توقع إن أضرار جسيمة هتلحق بكوكب الأرض بسبب العواصف الشمسية الهائلة، وقال إن سنرى الماء يرتفع والأرض تسقط، ويقول أنه ستكون هناك هجرة جماعية، وسيبدأ الناس الذين يعيشون على الأرض في القتال على الموارد الطبيعية القليلة المتبقية، وسوف يؤدي هذا أيضا إلى نشوب حرب في جميع أنحاء الكوكب. توقع كمان نوستراداموس بأخبار سيئة هتحصل في كاليفورنيا، حيث زعم أن زلزال هائل سيضرب أمريكا وكاليفورنيا، وقال نصا: كارثة عظيمة في الحديقة المتحدة عبر أراضي الغرب ولومباردي، النار في السفينة،
والطاعون والأسر، عطارد في القوس، وزحل يتلاشى. من توقعاته كمان أن مش هيعاني العالم من تأثير المذنب فحسب، لكن بيقول أنه قد يتسبب أيضا في العديد من الكوارث الطبيعية. وقال في مخطوطاته القديمة: في السماء يرى المرء نار وسلسلة طويلة من الشرارات. بينظر لنوستراداموس على نطاق واسع على أنه أعظم عقل في العالم بثلاث تنبؤات على الأقل تحققت بشكل مخيف. يا ترى ماذا قال الصوفي الفرنسي ميشيل دي نوستردام في أهم كتاباته المشفرة؟ تنبأ نوستراداموس بدقة بكل شيء، بدءا من وفاة جون كينيدي في عام 63 إلى حريق لندن العظيم في عام 66. وقد أخذت تنبؤاته شكل القصائد أو الرباعيات المكونة من أربعة أسطر، واللي تم تقسيمها لعشر فصول بتسمى القرون. العديد من المؤرخين مقتنعين بأن صفحاته بتحتوي على أدلة حول مستقبلنا. بيعود الفضل لنوستراداموس على نطاق واسع في التنبؤ بوفاة هنري الثاني ملك فرنسا سنة 1559. توفي الملك الفرنسي بعد أربع سنوات فقط من نشر نوستراداموس توقعاته عندما أصيب خلال مباراة مبارزة. وقال نصا في توقعاته: سيتغلب الأسد الصغير على الأكبر في ميدان قتال في معركة واحدة، سيثقب عينيه في قفصهما الذهبي، جرحان في واحد، ثم يموت موتا قاسيا. التوقع الثاني اللي قاله هو حريق لندن العظيم. في سنة 1666 اندلع حريق في وسط لندن نما لاستهلاك مساحات شاسعة من المدينة في القرون الوسطى، وبتشير التقديرات إلى أن الحريق دمر أكثر من 13,000 منزل ودمر منازل حوالي 70,000 شخص. قبل 100 سنة قال نوستراداموس وتوقع بالحريق في القرن الثاني في الرباعية 52، وقال بالنص: دم العادل يرتكب خطأ في لندن، احترق من خلال البرق من 20/3/6، السيدة العجوز ستسقط من مكانتها المرتفعة، سيقتل العديد من نفس الطائفة. توقعات نوستراداموس كانت دايما غامضة للغاية، وبيعتقد المنجمون اللي قروا أعماله واللي اتكلم عن توقعات خطيرة، منها جائحة الفيروس التاجي، بداية من سلسلة من المصائب للبشرية واللي حددها نوستراداموس في المجاعة والكوارث الطبيعية. وقال إن بعد مشقة كبيرة للبشرية سيواجه العالم مشكلة أخرى أخطر: المطر والدم والحليب والمجاعة والفولاذ والطاعون، سنرى في السماء نارا وشرارات عديدة. ايه توقعات نوستراداموس كمان لعام 2023؟ اتكلم عن زومبي القيامة. وفقا ليرلي هورسكوب يمكن ان يشير عام 2023 لصعود الاحياء الاموات او الزومبي. وقال الموقع ان بعد تحليل نصوص من خبراء الارصاد الفرنسيين يمكن ان يشهد العالم في العام المقبل نهاية العالم من الزومبي. وكتب نوستراداموس: قلة من الشباب نصف موتى لنبدأ، وهذا يعني ظهور الزومبي. وأضاف المنجم والفيلسوف الفرنسي: سيموت الأباء والأمهات من أحزان لا حصر لها، نساء في حداد والوحش الموبوء، لن يبقى العظماء، كل العالم سينتهي. وبكده متابعين الأعزاء نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقة النهاردة من أهم وأخطر توقعات نوستراداموس المتوقع الفرنسي الشهير، وللي توقعات مهمة وخطيرة لا يستهان بها. بشكركم جدا على حسن متابعتكم، ياريت تكتبوا لنا رأيكم في توقعاته في التعليقات، وأشوفكم بكرة على خير، ودمتم بكل الخير والحب والسعادة.